سور الصين العظيم. سور الصين العظيم سور هائل يمتد على أجزاء طويلة من الحدود الشمالية والغربية والجنوبية للصين، ويصل طوله إلى حوالي 2400 كيلومتر. ويمر هذا السور العظيم عبر تضاريس جغرافية عديدة كالجبال والهضاب والصحاري والسهول والأنهار. وعندما أنشأه الصينيون القدماء لم يكن الغرض منه أن يبقى سور محيط في البلاد، لكن الهدف الأساسي من إنشائه أن يكون حصنا منيعا ضد أي اختراقات للدولة في حروبها التي كانت تخوضها. ويذكر في واقعة غريبة أن الصين تعرضت للغزو أكثر من مرة رغم وجود هذا السور العظيم، ويرجع ذلك لسبب أنهم اهتموا بالتحصين الجغرافي فقط ولم يهتموا بتحصين عقول الحراس وتوعيتهم. وهذا الشيء هو السبب الذي جعل الحراس يتلقون رشاوي من جيوش الاحتلال وسمحوا لهم بعبور البوابات دون أي مقاومة.